السلام عليكم. في هذا الفيديو حنتحدث عن إضافة بعض البرمجيات المهمة اللي ممكن أن تحسن من أداء مستوى السيرفر اللي خاص فينا. في الفيديو السابق ما لاحظت قمنا بتثبيت برنامج اليوبونتو سيرفر وقمنا بعمل أول يوزر، أول مستخدم. مثل ما تلاحظون الآن الاسم أدمن هو أول يوزر عملنا على السيرفر، والستادي ميت برو هو اسم السيرفر أو الهوست نيم. أول برنامج حنقي نضيفه هو برنامج الـ NTP. برنامج هذا البرنامج كما ما تلاحظون كل السيرفرات حول العالم أو الأجهزة عندما يتم الاتصال بها يكون هناك وقت معين أو توقيت معين يستخدم هذا السيرفر، أو ما يسمى بالتوقيت الدولي ما بين الكمبيوترات الـ NTP. فهذا البرنامج حيعمل موائمة ما بين السيرفر الخاص بك من حيث التوقيت مع التوقيت العالمي، بحيث تتمكن كل السيرفرات معرفة التوقيت اللي يعمل فيه السيرفر الخاص بك في أي مكان أنت في العالم، بإمكانه هذا معرفة هذا الأمر. والطريقة اللي عمل ذلك هو بأن نقوم بسودو، هذه الكماند اللي قمنا بها sudo apt-get install ntp، ندخل اليوزر نيم ثم نقوم بعملية تنصيب وتثبيت لهذا البرنامج الـ NTP. الآن تم انتهاء من تثبيت هذا البرنامج على السيرفر الخاص بك. البرنامج الثاني اللي من المهم أن نقوم به واللي أيضا راح يحسن من أداء السيرفر اسمه الـ NSCD، وطريقة إضافته هي كالآتي: sudo apt-get install NSCD. فائدة هذا البرنامج هو أنه يقوم بعمل أو حجز مساحة تسمى الكاش على CPU. هذه المساحة تكون مخصصة فقط للعمليات الأكثر حدوثا في السيرفر. هذه العمليات بدلا من أن تخزن مثلا على الهارد ديسك أو على الرام، هذه العمليات إذا خزنت في الكاش قريب من المعالج بالإمكان استخدامها بسرعة أكبر بدلا من الاتصال بالهارد أو باتصال بالرام. وجودها في هذا الكاش، هذه المساحة الصغيرة، راح يحسن من سرعة أداء المعالج. مثلا أسماء المواقع اللي أنت تتصل فيها، مثلا كل يوزر بإمكانه يتصل بعدة مواقع، هذه المواقع بدلا من أن تخزن بعيدا مثلا في الهارد أو في الرام، بإمكانها أن تخزن في هذا الكاش، في هذه المساحة الصغيرة، حتى بدل ما أنه المعالج يروح يطلب IP address لهذاك الموقع، لا، هو راح يكون عنده هذا اسم الموقع موجود عنده. وعملية تنصيب بسيطة من خلال هذه الكوماند اللي ذكرتها، يتم تنصيب هذا البرنامج، ثم نقوم بالدخول كروت كسوبر يوزر. راح تلاحظون انه هذا الـ NSCD في عدة امور بامكانها ان تحسن من اداء السيرفر، كما تلاحظون امور كثيرة. واحد من الاهم الامور اللي هي الهوست او ما يسمى بعناوين المواقع اللي انت تزورها. عملية النظر او عملية البحث عن هذه المواقع راح تتحسن إذا قمنا ببعض هذه الاختيارات. مثلا seconds time to look for positive entries، حطها 3600. second time to look for negative entries، حطها 20 مثلا. إذا من خلال هذه الأمور عملية السيرفر راح تتحسن وأداء راح يتحسن بشكل أكبر. ك
كما تلاحظ أنت إذا تحب تحسن مستوى أداء السيرفر بشكل أكبر عليك أن تقوم بمراجعة كل هذه الاختيارات، لكن احنا اختارنا فقط هو الأمر الأساسي اللي هو الهوست، اللي هو المواقع اللي يزورها عادة الشخص. هذا هو باختصار البرنامجين المهمين اللي بإمكاننا أن نضيفهم على السيرفر في هذا الفيديو. في الفيديو القادم سنتحدث عن الفايروول، جدار ناري، وشكرا لكم.